اليوم مع ماما جديد ومع صناعة جديدة، واليوم نحن بالهوا تشيكن. هوا تشيكن يعني صناعة الدجاج، بما يعني انه تربية الدجاج، علف الدجاج، كيف توصل لعنا نحن كمستهلكين وكيف بناكلها. عملنا مقابلة اليوم كثير شيقة مع رئيس مجلس إدارة الهوا تشيكن الأستاذ جان الهوا. مشاهدينا رافقونا، اليوم حلقتنا غنية بالمعلومات، خليكم معنا. وبحب اقول لكم انه الهوا تشيكن هي انتاج توزيع تربية الدجاج. رافقونا، مشوا معنا على هالمشوار الغني بالمعلومات. يلا مشاهدينا، نحن هلا بمقابلة جدا جدا مميزة مصنعة في لبنان. نحن مع شخص مميز عريق بالصناعة اللبنانية من سنة 1957 وهو على الأرض عم بيعمل صناعة لبنانية بس مميزة. نحن هلا مع دكتور جان هوا يلي هو بيكون رئيس مجلس الإدارة ومدير عام لهوا تشيكن، مجموعة هوا تشيكن الكاملة بكل لبنان والعالم. أهلا وسهلا فيك دكتور، أنا كتير كتير مشرفة بمعرفتك، ونحن كتير كتي في وكصنعة في لبنان يعني بحس البروجرام ضوى بوجودك. أهلا وسهلا، تشرفنا. أهلا وسهلا بحضرتك، ونحن لنا الشرف نعمل مقابلة معك ونطلع على المشاهدين نحن وياك. بقى شو بدك اسألي من الأول للآخر؟ قصتنا طويلة، بدك تطولي بالك علينا شوي. يعني في شغله كثير مميزه هون، واحد بيقول بالعاميه جاي اعرف البيضه من بيضة او مين خلق قبل الدجاجه ام البيضه ام البيضه ام الدجاجه. فهذا المطلب بينطبق كثير عندك هون، بدك تخبرني عن قصه الهوا تشيكن. مزبوط، يعني من الدجاجه لحديت هون. من الدجاجه للسفره. لا كيف فينا ناكلها يعني؟ هلا انا اول شيء بغض النظر ان كان البيضه بالاول او الدجاجي بالاول، الهوا تشيكن بالاول. اول شيء نحن بدنا نبلش من اول كيف بلشنا بالمصلحه. صحيح. نحن بلشنا بالمصلحه، انا بلشت فيها كنت الحقيقه وحدي سنه 1957، وسنه 1957 بلبنان ما كان في مزارع دواجن، كان في يا اثنين يا ثلاثه قبلي. وانا كنت الرابع. وتدريجيا صاروا يكتروا اكيد. بقى كيف بلشت؟ طبعا بلشت صغير كتير، لانه اولا العالم ما كانوا معودين. صح. واكل الدجاج معودين عليه، بس كانوا معودين على الدجاج كل واحد يربي دجاجاته ببيته. يعني كان الان حد البيت هيك. وما كانوا معودين ينزلوا على السوق يشتروا دجاج مثل ما هلا، كانوا معودين يشتروا لحمه، بس الدجاج ما كانت دارجه. مشان هيك لو كنا انتجنا بوقتها كميه كبيره ما كانت تنباع. لانه كان السوق هالقد حجمه. بلشنا سنة 57، بلشت أنا بمزرعة صغيرة هون بالصفرة بالمحل اللي نحن فيه هلأ. هلأ بطل مزرعة أكيد. بس هو زيته نفس العقار. بقى نحن كان من الأول أنا مبدئي بالشغل، مع أنه كنت صغير كتير، بس كان مبدئي بالشغل أول شيء الصدق والمثابرة على العمل، وما بتطلع وراي، وكان عندي صدق واخلاقيات بالعمل. يعني مش بس ما بهمني بس طلع مصاري، بهمني انه كيف بطلع المصاري. وهيدي القاعده ضلنا متبعينها لحد هلا، ولحد هلا نيجي نحن بصراحه عم نشتغل. وعنا يعني بطل عنا بنشغلنا هدف انه تنعيش من المصلحه، هنا هدف أعلى أنه هو بنعتبره ركن أساسي من أركان الاقتصاد بلبنان. منشغل 2000 عائلة، 2000 شخص يعني. طبيعي. 2000 عائلة منهم هينين. طبيعي. ومنشان هيك مستمرين، مش مستمرين نزيد ثروتنا ولا تنعيش، لأنه عنا عم نساهم بالاقتصاد الوطني من ناحيتنا. كل واحد بيساهم بناحية شكل، نحن منساهم بهالناحية. بقى أنت اللي بيهمك أنه كيف نحن تدرجنا توصلنا لهون.
طبعا اول شيء نحن كنا عم نشتغل كل ما السوق طلب اكثر كل ما نحن نكبر نزيد الانتاج لانه صاروا العالم تدريجيا يتعودوا على اكل الدجاج وصرنا نحن نزيد الانتاج وصار يطلع مزارع تانية بالبلد اكيد غيرنا وصرنا الحقيقة بلشنا اول شيء نربي فريريج بعدين طبعا بلشنا نوسع عمرنا مزرعة غيرهم مطرح تاني كمان بالصفرة رجعنا عمرنا مزارع غير مطرح بعدين لقينا انه تربية الفروج لازم نعمل شيء تاني معه بدنا نجيب سيصان جبنا عملنا مزارع تفقس بيض للتفقيس اشترينا فقسات عملنا سيصان حتى يصير عنا انتجريشن نوعا ما مصلحة متكاملة وصرنا لحد ما وصلنا هلا تقريبا نعتبرها كاملة ما في شيء كامل بس بالنتيجة بتتسمى كاملة يعني منحنا نبلش بالعلف بالحبوب منجيب الحبوب من الخارج بنعمل العلف هون ومنه بننطلع منضل نوصل الفروج للمستهلك ونوصله اياه مشوي اذا بده اذا بده ناي مثل ما بده فهلا كيف مشيت هالشغله اكيد مرقنا بمراحل كثير كبيره واجينا ظروف صعبة كانت صعبه واجينا ظروف حقيقه استفدنا منها كمان مش الحال صرنا نكبر تدريجيا ومع الوقت كبرنا الشركة دخلت معي أخوتي شركة تدريجيا كمان سنة 65 دخل معي اثنين سنة 70 دخل معي وهلأ نيجي نحن 6 أشخاص بهالشركة أخوي وشركة مساهمة لبنانية وعم نشتغل صارت مملكة هلا بطلت شركة صارت مملكة شركة مثل ما بدك سميها صارت مملكة الدجاج عند هوا تيكر هيك فك تسميها طبعا جينا الحرب سنة 75 نحن بحكم موقعنا هون بالمنطقة ما طلع عنا أضرار كتيرة مثل اللي كان عنده كان مركزية المزارع الدجاج سنة 75 كانت بالبيع صحيح يعني 80% من المزارع كانوا بالبيع بقى البيع صفى عندهم ما عاد شي قدروا يوصلوا العلف للدجاج وكذا ضيقوا نحن هون ضيقنا بس مش قدن اكيد وهيدي كمان كانت عملت لنا حافز كمان نحن نستفيد منه عبينا السوق بدل هاللي راحوا صحيح هيدي كانت خطوة شوي أسرع من العادي وعم ننظم الشركة وبعدنا لحد هلأ مننظم وبعدنا لحد هلأ منكبر وكل شيء جديد بنعمله طبعا كنا نسافر كنت أنا أسافر وشوف شو في جديد إن كان بتركيب العلف أو إن كان بالمعدات شو في التكنولوجيا وبنينا مزارع حديثة مثل مزارع أوروبا وأمريكا وبعدين هلأ الشباب وأولاد أخوتي كلهم كمان هن مكفيين على نفس الطريق بيسافروا وصاروا عم بيشتغلوا على مستوى كمان أحسن شوي أعلى لأنه متخصصين شي مهندس زراعي شي ميكانيك شي كهرباء عم نستفيد من خبرتهم وهني عم بيستفيدوا كمان لأنه بالنتيجة كلنا شركة وهيدي هالقصة منا معقدة كثير مشاهدينا نحن بعدنا مكملين بالمشوار مع هوا تشيكن هالمشوار اللي كتير ممتع واللي كتير فيه اخبار مسقفة عم تسقف كلنا فيه نحن هلأ بالمزرعة تبع الدجاج يلي بتتسمى الاميات الفروج معي المدير استاذ شادي رح يخبرني كيف عم بيعتنوا بالدجاجة اعتناء جدا خاص
بالحواتشيك خبرني إيش الشادي. أوكي نحن هلأ بمزرعة أميات فروج، هي الأمية اللي مناخد منها البيضة منفقسها ليطلع منها سوس نربيه ويطلع الفروج اللي منذبحه على 35-36 يوم. أوكي تقريبا. هيدي المزرعة مثل ما شايفينها مقسمة من مبايض مطرح ما بتبيض الدجاجة. هون ببيضوا الدجاج. اي نعم، رح فسلك عن كل شغلة بشغلتها. اوكي. من الأسطر يلي فيه نيبلز لحتى يشربوا مي. ومن المعالف. في نوعين من المعالف، بنشوف هيدي المعالف تبع الفرخة يلي بتبيض، وهيدي المعالف تبع الديك يلي بياكل منها الديك. اوكي. رح نبلش وزيرة بقصة المي. منشوف المي عم نقطع ب شوفوا مشاهدينا لاحظوا المي كيفية معمولة نقطة نقطة تيشربوا. إذا مندق فيها منشوف كيف عم ينزل المي منها. مجرد ما تجي الدجاجة تدق بهيدي النيبل رح ينزل مي، رح تقدر تشرب الدجاجة. ليه معمول هيدا السيستم؟ لتضل المي معزولة عن الغبرة وعن كل شيء خارجي لحتى ما تكون كونتاميني معقمة. ايه مي بتقطع بغرفة تعقيم بتجي معقمة، بتشربها دجاجة نظيفة لحتى ما تكون المي جايبة معها أمراض وبكتيري. من بعد المي منجي على العلف، منشوف انه العلف بيقطع ببوكسات وبيقطع بهودي لحتى ينزل بهيدي البان هو إذا بدنا نقول المعلف تبع الدجاجة. اوكي رح نعليها هلأ شوي صغيرة. الدجاجة بتمد راسها مثل هيدي الدجاجة، بتمد راسها بقلب المعلف لحتى تقدر تاكل. شو الفرق بين هيدا المعلف وهيدا المعلف؟ هيدا المعلف ضيق شوي، الدجاجة بتقدر تاكل منه، الديك ما بيقدر ياكل منه لأنه عرفه كبير. والعلف تبع الفريخ غير تكوينه غير العرف تبع الديوك. اوكي. هيداك المعلف بيكون واسع، منخليه اعلى شوي من معلف الفريخ. ليه؟ لانه الديك اعلى. حجمه اكبر، بيقدر يصال ياكل منه، الدجاجه ما بتقدر تاكل منه. في شغله كثير مهمه، الدجاجه بتقدر تبيض بيضه بلا ديك. بس ما بنقدر نفقس البيضه الا ما يكون في ديك. عن جد؟ اوكي هيدا طب والعازل هيدا ليش؟ هيدا هون هو مبيضه مطرح ما بتبيض الدجاجه. هيدي بنقلها مبيضه اوتوماتيك. المبيضة الاوتوماتيك العازل من قدام لحتى الدجاجة تكون عندها شوية برايفسي. مش قصة برايفسي، هي الدجاجة ما بتحب تبيض قدام الكل او بيبليك اذا بدك. اوكي بتحب تبيض بمحل شوي مسكر، شوي معتم اكثر من غير. من 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 برا هيك مثل ما بنشوف الابيض. بتفوت الدجاجة لجوا بتبيض في مثل سجادة، بتبيض على السجادة. هيدي السجادة شوي انكليني هيك زاحطة. أوكي. بتكر البيضة بتجي على القشاط. هلأ منشوف ميلة برا كيف منمشي القشاط ومنلم البيض أوتوماتيك. لكن بدي خبركم مشاهدينا أنه المشوار بعده مكفى. هلأ رح نبرم لميلة ورا مع استشادي تنشوف كيف البيضة عم تمشي على القشاط وعم بيقدروا يلموا كل البيض من كل المطح ما عملوا الدجاج بيضه، يعني مطح ما بيضه الدجاج من المبايض. مشاهدينا كفوا معنا، هلأ عم تسمعوا صوت الدجاجة والديك وهيك، كفوا معنا المشوار كتير حلو. البيض يلي بدو دجاجات جوا وقتا كنا عم نشوف الدجاجة لحالها فاتت عليها هيدي الأوضة المسكرة، ومثل ما هلا عم نشوف مع المدير شادي انه في عنا بيض صغير وبيض كبير. مزبوط؟ صح. قلت لي هيدا بسفرين. هيدا في سفرين. يعني مثل ما شفتوا هوا تشيكن بيض بسفر وهيدا بيض بسفرين. هيدا البيض يلي عم تشوفوه هو مخصص للتفقيس، هيدا بيروح على الفقيسات لحتى نفقسه يطلع منه سوس
نربيه ليصير فروج. صرنا هلا بالفقاسات عند الهوا تشيكن، وهلا نحن هون عم نستقبل البيت. عندنا هون تعريب ومعنا المدير عن الفرع استاذ ميشيل. خبرنا نحن هون شو عم بيصير. نحن بهالاوضه بهالصاله هيدي بنستقبل البيض مثل ما شايفين بقفاص، بيجي من المزارع الاميات اللي عندنا. نحن بنفضيه على الطاولات، بنعربه، بنشيل منه اذا في بيضه مكسوره او بيضه مجويه او بيضه غلط بنشيلها على جنب، وبنحط باقي البيض المنيح بنحطه مثل ما شايفين بالعجلات تبعول البيض اللي ورانا. اوكي. البيض على طول بنحطها راسها نزول، يعني الراس الصغير لنزول والراس الكبير لما لفوق، لانه بالراس الكبير هون في حجره الهواء يلي السوس بيتنفس منها لما يكون عم بيكبر بقلب المكنه بقلب الحضانه، بصير السوس ياخذ اكسجين تبعه من هيدي حجره الهواء اللي هون. يعني هول البيض هلا بيرجعوا يصيروا صوص 100%. هيدا البيض لانه جاي بيض، يعني هو بيض فيرتيل. يعني الدجاج البيضه فيها بكه. هيدي البكه بتكبر بعد 21 يوم بتصير صوص. اوكي. طيب انتم هلا عندكم اكيد نحن رح نشوف كيف تكبر. 100% كيف بتصير. أكيد. كثير منيح. لكن مشاهدينا تابعونا رح نشوف هيدي البيضه كيف بتصير صوص. تشيكن بتقول انه استغنوا عن الدجاجة وحطوا هون البيض بمكنة اسمها حضانات بيحضنوا البيض فيها حتى البيض بعدين بعد وقت معين بفقس. هلا اكيد المدير ميشيل رح يخبرني عن التفاصيل. خبرني شو عم بيصير. هيدي الحضانة هي نحن بنسميها ارقه اوتوماتيك. يعني المكنه هيدي بتساوي تقريبا 60,000 بيضه. اوكي. البيضه بيقعد بقلبها 18 يوم. بها 18 يوم بيكون الحراره هي ذاتها الحراره اللي بتعطيها الدجاجه للبيضه بتكون قاعده عليها، الحراره هي 37 درجه ونص، والرطوبه بتكون بحدود بين ال 55 و60%. بقلب المكنه هي. يعني كانه دجاجه. دجاجه نفس الشيء. اوكي. نفس المعامله تبع الدجاجه نحن عم نعملها بقلبها هون. ومثل ما بتقوم الدجاجة عن البيضة بتقلبها، بتصير تقلب البيضة مرة يمين مرة شمال، نحن عنا كمان بقلب المكنة هيدي مثل ما ملاحظين البيضة بيقلب مرة يمين مرة شمال، كل ساعة بيروح مرة يمين مرة شمال. وهيدا القلب يمين وشمال بيصير مش لسبب وجيه جدا، انه حتى مصروف يلزق على فرد ميلة من البيضة، ولحتى الهواء الاكسجين يتوزع بكل الميلات طبعا البيضه حتى الصوص يعيش براحه بقلب. اوكي. يعني انا بفهم منك مش قبل 20 يوم بيطلع الصوص. الصوص بده 21 يوم. نفس الشيء مثل اكنه قاعد تحت الدجاجه. بهي المكنه هون اللي هي الحضانه بيقعد البيض عندنا 18 يوم. بعد 18 يوم بننقله على مكنه ثانيه يلي هي الفقاسه. بفقس بقلبها بفقس الصوص. يعني رح نشوف هلا الفقاسه. هي هلا بنشوف الفقاسه وبنشوف الصيصان عم يطلعوا كمان بقى. كثير منيح. يلا مشاهدينا على الفقاسات لنشوف الصيصان عم بيطلعوا. تمشوا معنا. مشاهدينا انا والمدير ميشيل انه رح نفرجيكم هلا كيف بيطلع الصوص من بعد ما كان قاعد بالحضانه. حضانه. حضانه. وهلا ثلاث ايام هون بوين؟ فقاسه. 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 هون يطلع الصوص. هون بيطلع الصوص. اوكي. شوفوا معنا. هيدي المكنه. هيدول الصيصان عمرهم 20 يوم. يعني هودي بكره بصير عمرهم 21 يوم بصيروا جاهزين انه نطلعهم. هلا يعني البيضة يلي حطيتوها هون طلع بديلها صوص. هو فقس لحاله يطلع وحده. نحن نعطيه
التمبراتور والإيميديتي والهواء تبعه وهو كل شيء عليه هو. الفوس اللي شفناه بالفقسات قبل بيجي لهون وهون بينما بعلف من هوا تشيكن، علف الصحي، وبالمي اللي هن عاملين لهم اياها بينما على طريقه صحيه ليصير الدجاج. هون نحن بعلم الدجاج تبع هوا تشيكن. ما في لكم الا تفرجوا شو انا عم شوف.